السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من اخواتنا المشاهدين اللي اشترى جهاز الانفرتر الصغير اللي حضراتكم شايفينه ده بيشتغل على الولاعة بتاعت السيارة. افترض ان كان موجود منه 100 واط و200 و250، ولكن اصلا اللي موجود عندنا هو 250 واط. كتير من الناس جابت الجهاز ولما جت توصلوا على ولاعة السيارة واشتغل معاهم على الخارج هنا تمام وبيشحن من اليو اس بي مفيش مشكلة، ولكن الأغلبية كانت بتسأل أنا حابب أستفيد من الجهاز ده عندي في المنزل، إزاي أقدر أوظفه وأشغله؟ علشان حابب أشغل التلفزيون، حابب أشغل الريسيفر، حابب أشاهد الأخبار أو أشاهد أي حاجة من خلال الجهاز أثناء انقطاع التيار في المنزل. هقول لك دلوقتي ازاي تقدر توصل وازاي تقدر تستفيد منه في المنزل بكل بساطة. مش هطول عليك، بس ياريت في اول الفيديو ما تنساش تدعم اخوك بلايك وتشرفنا بالاشتراك وكمان تشرفنا في التعليقات. عندي لمبة 200 واط، اللمبة دي 200 يعني ما يعادل 20 لمبة او حاجة و20 لمبة من اللمبات التسعة واط الموفرة. هنا الجهاز قبل ما نجرب او قبل ما اقول لك هتعمل ايه علشان تشغله، هنا الجهاز ده بشغل عليه لابتوب، شغل عليه تلفزيون، شاشة تلفزيون، وده عملناه في فيديو قبل كده، شغلنا عليه التلفزيون ال 43 وال 58، اي شاشة هتقدر تشتغل على الجهاز بامان. مروحة ستاند برضو شغال، انارة شغال، حاجات كتيرة في اطار قدرة الجهاز اللي هي ال 250 واط. ولكن زي ما انت شايف، ولكن ايه، ولكن تراعي انك انت ما تسحبش ال 250 كاملين او تدخل على ال 300 بحيث الجهاز ده يسخن منك ويتلف منك في وقت قصير. طيب احافظ على الجهاز امتى؟ لما يكون الجهاز 250 وانا اسحب منه 200 واط او 180 واط هيفضل شغال معايا مستريح. لو هشغله 48 ساعة مستمر مفيش اي خطر ولا في اي ضرر على الجهاز. طيب انا هنا بركب دي في ولاعة السيارة بيشتغل معايا، حابب اجربه على بطارية في المنزل، وكمان حابب اعرف هشحن البطارية دي ازاي وازاي هشغله على اي بطارية في المنزل. عندي طرف للموجب وطرف للسالب الاسمر والطرف الاحمر. انا هفك بقى البيبة دي كده بسرعة وكل اللي انا هعمله ايه، هثبت طرف السالب على السالب، اي الاسمر على الاسمر والاحمر على الاحمر في البطارية. طب لو مفيش علامة للاحمر دي في البطارية يبقى هوصل الاحمر على طرف الموجب والاسمر دايما على طرف السالب. جميل خالص. تبقى نعمل ايه؟ يبقى نوصل ده كده لمبة 200، افترض ان الزرار ده نشغل منه كده، هنسيبه ونبدأ نوصل ادي السالب كده تمام. ولكن انا بقول لك ممكن تستبدل الاطراف دي، انا بس عشان اجرب لك بس، لكن يفضل تستبدلهم بمشبكين بتوع البطاريات، مشبك للموجب ومشبك للسالب. طب انا لو وصلت الاطراف غلط ايه اللي هيحصل؟ هيضرب معاك الجهاز. يبقى خلينا في الامان ونوصل حاجتنا صح علشان نقدر نشتغل مظبوط. كده انا وصلت بالشكل ده كده الموجب على الموجب والسالب على السالب. نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللمبة 200 واط يا جماعة، شغالة بكفاءة ممتازة زي ما انتم شايفين. افصل كده بتفصل، اشغل بتشغل. يبقى احنا هنعمل ايه؟ يبقى احنا هنركب هنا مشبكين علشان نقدر نشبك في اي بطارية كبيرة، حتى لو بطارية السيارة. يعني بطارية 100 امبير هيشتغل، 80 امبير هيشتغل، 70 هيشتغل، اي بطارية هيقدر يشتغل عليها بامان بدون مشكلة. ده بالنسبة للجهاز الصغير. الناس بقى اللي بتسأل، الجهاز ده متوفر عندنا يعني كمية محدودة جدا، تقدر تحصل عليه برضو من خلالنا مفيش مشكلة، من خلال الرقم اللي هتسيبه لحضرتك في صندوق الوصف، او ممكن اقول الرقم دلوقتي حالا، رقم الواتساب، عشان برضو الناس يا جماعة اللي بتتصل الرقم ده شغال واتساب، لانه معظم الوقت طبعا بيبقى مغلق، لكن هو شغال واتساب واقدر ارد على كل الناس. رقم الواتساب 010-60-86-317. تقدر تحصل على الجهاز اللي موجود معانا. طيب نركز مع بعض شوية كمان
علشان نقدر نقول بقية الفيديو أو تكملة الفكرة. في حد برضو قال لي طب أنا لو شغلته كده على البطارية اللي في المنزل، البطارية اللي في المنزل بتستهلك مني وبتخلص، وأنا ما بعرفش أشحن البطارية تاني إزاي، لأن الجهاز ده وظيفته يسحب منها بس، لأنه مخصص يسحب من بطارية السيارة، وبطارية السيارة أوتوماتيك بتشحن منين؟ بتشحن من الدينامو بتاع السيارة. طيب جميل خالص، أنا كده فهمت إن دينامو السيارة هو اللي بيشحن، لكن لما بستخدمها في المنزل لازم يكون عندي تنجر شحن أو حاجة أشحن بيها البطارية. أنا برضو بفضل التنجر القيم اللي موجود معانا ده 10 أمبير، حاجة ممتازة جدا. تنجر يا جماعة ممتاز للغاية. برضو هنقول وظايفه إيه وفوائد تنجر زي ده إيه وأضراره إيه. هنا في مؤشر على الشاشة، المؤشر ده لما بوصل بيرفع معايا على ال 12، ولما بيشحن بيبدأ ينزل واحدة 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 لحد ما يوصل 6، لحد ما يجي على الصفر يبقى شحنت وكملت الشحن. في عندي هنا لمبة حمراء بتنور لما بشحن، وأول ما بيكمل الشحن بيفصل وبيجيب اللمبة الحمراء بتجيب لمبة خضرة وبيفصل لوحده عن البطارية. طيب قدرة التونجر ده ايه؟ قدرة التونجر 10 امبير. طب حد هيقول ده 10 امبير مش صغير؟ انا دائما افضل وبنصح انك لما تشحن اي بطارية تشحنها على البطيء، لان البطيء افضل بكتير من الشحن السريع، لانه بيحافظ على العمر الافتراضي بتاع البطارية، وبالتالي البطارية ما تسخنش منك او التونجر يسخن من حضرتك. انا هنا لما اوصل ادي طرف، احنا قلنا يا جماعة نجيب مشابك زي المشابك دي بالظبط، نجيبها للجهاز الصغير. هنا هوصل ادي طرف موجب وادي طرف سالب، نور معايا نور اخضر. النور الاخضر ده معناته ايه؟ ان البطارية مشحونة؟ لا، ده النور الاخضر ده طالما انا ما وصلتش البطارية في التيار 220 معناته ان الكابل ده فاصل. طيب ولما تشحن بتديني ضوء اخضر، تديني ضوء اخضر ليه؟ لان هي فعلا هي اللي بتفصل، الجهاز هو اللي بيفصل الكابل ده اوتوماتيك عند اكتمال الشحن. يبقى احنا هنجرب دلوقتي حالا على التيار 220. انا كده هبدا اوصل على المشترك 220، وتركز معايا في اللمبه وتركز معايا في المؤشر عشان تبقى عارف كل حاجه. هنوصل كده بسم الله الرحمن الرحيم. نضغط على الزرار، المؤشر رفع معايا اهو يا جماعة، واللمبة الخضراء بقت لمبة حمراء، وكمان في مروحة تبريد صغيرة هنا اشتغلت، شغالة اهي، وهيفصل اوتوماتيك، والمؤشر بدأ ينزل هنا لحد الصفر، وبالفعل بدأ يديني ان البطارية شحنت للنهاية. فعلا الجهاز ده اهو البطارية بالفعل شحنة. انا لما بفك اهو اوصل في التيار بيبدا يشحن ثواني ويفصل، لان فعلا البطاريه مشحونه للنهايه. يا رب اكون قدمت لك معلومه وان كانت بسيطه، او قدمت لك فكره علشان تبقى عارف تستخدم الحاجه دي ازاي. اي حد برضو من اخواتنا حابب يحصل على التونجر موجود، حابب يحصل على الجهاز الصغير ده موجود عندنا، وحابب اقول لحضرتك ان انا عندي بطاريه 150 امبير بشحنها بنفس الجهاز اللي موجود معايا، يا رب في اخر الفيديو تعمل لايك وتشير الفيديو عندك، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.